شفتوا الأسلوب اللي اتكلم بيه آخر واحد من مشاهدينا معانا، اللي هو إسرائيل هتتقسم وهذه الطريقة الغاضبة اللي سيناء هتتقسم. عايز أقول إن هذه الطريقة هو فعلا عبر عن كل مخاوف الشعب المصري. من احنا بنسمع كلام كتير جدا، لكن عايزين في نفس الوقت ولا عايزين تهويل ولا كمان اللي احنا نهدي ونقول ان كله جميل وكله تمام ونتكلم على حضارتنا ونتكلم عن كم الف سنة. انا المهم عندي في برنامجي اعرف ماذا يدور، وكمان في نفس الوقت كمان اذا كنا بحاجة الى الاطمئنان هنطمن، اذا كنا بحاجة اللي احنا نقول لا في علامات تحذير لازم نحذر. واعتقد ان احنا من خلال لقائنا الان مع المحلل السياسي الاستاذ عبد الحليم محجوب هنعرف منه اين الاشاعة من الحقيقة في كل ما تم ترديده الان. مساء الخير يا فندم. مساء النور. في البداية عايز أقول لك زي ما حضرتك بتسمع، زي ما احنا بنسمع وزي ما احنا تأكدنا، إن هناك مخطط لشرق أوسط جديد. وأنا هراجع مع حضرتك التصريحات اللي صرحوا بيها الأمريكان وفي الفترة الأخيرة، لكن أنا عايز أتوقف عند كلينتون. كلينتون كانت سعيدة جدا سعادة بالغة، والسفيرة الأمريكية كانت موجودة هنا في مصر، كانت سعيدة سعادة بالغة جدا، وكانت وهي بتحضر تنصيب حب في تنصيب الرئيس محمد مرسي كانت في غاية السعادة. ولكن كل مرة واحدة تم هجوم شديد جدا على الرئيس محمد مرسي أول ما جاب سيرة عمر عبد الرحمن، ولقينا ان كل الاعضاء الكونجرس وكلينتون وابتدوا يقلبوا بدل ما كانوا بيقولوا احنا واصلين وفرحانين بالديمقراطيه وانه نزاهه الصندوق، ابتدوا يتحولوا ونقرا ان الكونجرس كله بيهاجمه وبيقول كل واحد فيهم قال ان تصريحات مرسي عدائيه وتمثل اهانه لضحايا مركز التجاره العالمي. سناتو اخر جمهوري قال انه ان كلمه مرسي دليل على انه هو اسلامي متشدد لا يمكن الوثوق به. سناتور آخر رح مهاجم وقال إنه ليست فقط إن هذه التصريحات ليست فقط مشينة، ولكنها تبعث على القلق العميق بشأن احترام مرسي لسيادة القانون والديمقراطية. وكله اتغير. هل ده كله هنبتدي بقى ندخل على تصريحات كلينتون بعد كده ونقول هي قالت إيه؟ هل ده كله في مخطط إنه كانوا لسه مش مستعجلين أو يعني ما كانوش متخيلين إن ده هيحدث من البداية عشان يجدوا فرصة للهجوم وعلى وصول الدكتور محمد مرسي الى رئاسه الجمهوريه وفرصه للدخول مره اخرى او لتحقيق مخطط شرق اوسط جديد؟ شوف حضرتك، هو في كم نقطه لازم يعني نحط ايدينا عليها. مجمل خطاب الرئيس فيما يتعلق بالامن القومي انا بعتبره متوازن جدا ومبشر جدا. كويس. وما يعنيني النهارده هو ليس الأقوال وإنما أرض الواقع. كويس. النقطة الثانية أن هؤلاء بالذات الاستراتيجية الأمريكية تقوم على إضعاف الآخرين واستغلال كل ما هو نقطة ضعف في البيئة العالمية والبيئات الإقليمية لصالح الأفكار التي تدار من واشنطن الهيمنة على العالم، والكلام اللي احنا شفناه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد انتهاء الحرب الباردة إلى آخره. النقطة الثالثة أنه الاتجاهات السائدة داخل الكونغرس وداخل الإدارة الأمريكية بصفة عامة، وليست إدارة أوباما فقط إنما جميع المؤسسات الأمريكية، وده اللي كنا بنقوله أنه أوباما مهما كان بشرة خير ساعة ما جاء، إنما هناك مؤسسات تصنع القرار وفرضت عليه ما نراه اليوم. كويس. فالاتجاه السائد داخل الكونجرس بعيد تماما عن أي عاطفة، وبيحسب كل كلمة وكل خطوة لهؤلاء الآخرين. ما يعني الأمريكان إيه؟ يعنيهم الحماية أمن إسرائيل، يعنيهم التدفق البترول والنفط اللي موجود في المنطقة. أيوة. يعنيهم أنه هذه الدول لا تتوحد، أو هذه المجموعة في الشرق الأوسط المجموعة العربية بالذات لا تتوحد ولا تقيم تنمية ولا ولا ولا. كويس. فما أجي أعلق تعليق دبلوماسي أسمع الكلمتين اللي أنت حضرتك قلتيهم في الأول. موضوع عمر عبد الرحمن يعني أنا لي رأي شخصي فيه. عمر عبد الرحمن مدان وفقا للقضاء الأمريكي، عايز أنقض هذه الإدانة وأروح للقضاء الأمريكي. كويس.
زي ما بقول انه القضاء المصري مقدس ومحدش يقرب منه, محدش يقرب منه, فلا بد ان احترم قضاء الاخرين. كويس. لا ده هو الحاجه الكوميدي انه كارتر في نفس الوقت كمان هو بيقول ان احنا عندنا القضاء ان هو محكوم عليه بحكم قضاء الامريكي. تمام. في نفس الوقت كمان ان هو لا يحترم بطلان حل برلمان المجلس الشعب بتاعنا المصري, وبيقول انه لابد ايضا من عدم, يعني هو بيقول علينا احنا على قضاءنا مش عاجبه اسلوب قضائنا, ولكن هو بيحترم قضائه, فبالتالي لازم العكس عندي كمان. بالزبط. انا احترم قضائي, ولو عايز ادخل من الناحيه القضائيه ابتدي ادخل قضائي, أدخل قضائي. لكن هو التعليقات أو الانطباعات اللي بتصار هنا عما يجري داخل مصر هي انطباعات يحركها نزعات عدائية, ويحركها نظرة فوقية من الأمريكيين أو من الأوروبيين إلى آخره. كويس. إنما أنا اللي يعنيني هنا النهاردة, حضرتك اتكلمت عن الأمن القومي. أنا اللي يعنيني هنا الأمن القومي مفهوم واسع. أنا هاخد الجزئيات اللي حضرتك اتكلمت فيها, التنمية الشاملة في الداخل أمن قوم. لكن أنا أتصور, أنا بحط الثلاث دوائر للأمن القومي المصري. دائرة داخلية خاصة بالجبهة الداخلية. الملك. كل ما تماسكت هذه الجبهة, كل ما توحدت الفصائل, كل ما اعتمدت على مرجعية موحدة أو متقاربة إلى آخره, كل ما كان فيه قوة للأمن القومي المصري. دي حاجة. الدائرة الثانية هي مناطق الأطراف, مناطق الحدود. كويس. التي تحيط بالجغرافيا المصرية. كويس. عندي المنطقة الغربية, عندي المنطقة الجنوبية, عندي المنطقة الشرقية. الدائرة الثالثة اللي هي بنسميها المجال الحيوي, بغض النظر عن الامتداد الجغرافي, إنما حيث توجد المصلحة. أنا ليا مصلحة في اليابان بروح اليابان, أنا ليا مصلحة في البرازيل بروح البرازيل. فلو خدت بهذا المفهوم بصطدم بمصالح آخرين, ولما بتكلم عن مخططات هم بيضعوها من وجهة نظرهم, من وجهة نظري بسمها مؤامرة, من وجهة نظرهم هم بيسموها استراتيجية, وعايزين منها أهداف محدد. طيب. طيب. عليك الحاجة ساتلو, أنا عايزة أتكلم مع الناس بصورة مبسطة. هقرب. ونشرحها يعني بمعنى بنقل كده صغيرة. تمام. إحنا الأمن الداخلي إحنا متكلمين وعارفين كويس. أنا دلوقتي بتكلم على الأمن الخارجي. الأمن القومي أنا بتكلم فيه من الأمن الداخلي ده من خلال موضوع تاني. تمام. أنا جاية النهاردة بتكلم في كذا حاجة عايزك تفسرها للسادة المشاهدين. لما بتكلم دلوقتي على وظهور, يمكن قبل كده من خلال كلامي مع احد القوى السياسيه وانا بتكلم معاه بقول له ان دلوقتي اسرائيل الان قلقه في بعض الصحف وبعض الناس, لان احنا مشكلتنا هم بيقروا لنا, اسرائيل بتقرا كويس جدا لنا وعارفه. تمام. بتهتم بكل حاجه. تمام. احنا لا نقرا الصحف الاسرائيليه ولا نهتم كيف يفكرون, مع اننا احنا لو قرينا ده هنعرف ازاي نتعامل مع عدونا. هم يعني قلقين جدا, وفي نفس الوقت من وصول الإسلاميين إلى الحكم. يعني عايز أقول وفي نفس الوقت كمان بيقولوا, أنا عايز أقول لك بس بكتاية النظر وتقول لي أنا الإشاعة من الحقيقة. فضل. في ناس تانية بتقول لا بالعكس, ده طالما أمريكا كانت عايزة وصول الأمريكان إلى الحكم, أمريكا يعني إسرائيل, إذا بالتالي كانت إسرائيل عايزة فرصة أن الإسلاميين يوصلوا للحكم عشان دي فرصة بالنسبة لهم أنها تقوم بتنفيذ المخطط لهم بأن هي تتدخل وتجد سينا لها دولة بديلة يتم حل مشكلة الفلسطينيين على حساب أنهم يدخلوا سينا, ويتم حل المشكلة الفلسطينية على حساب المصريين وتحل هذه المشكلة, وفي نفس الوقت كمان إعلان دولة يهودية. ففي وجهتي نظر. شوف حضرتك. أنا عايز أعرف بقى أنا الإشاعة منها من الحقيقة من وجهة نظر. الإشاعة. يعني من حيث المبدأ الاثنين قلقين من الثورة. الاثنين اللي هم أمريكا, أمريكا وإسرائيل. بعلاقهم إن كان بيقال إنه أمريكا ساندت وصول الإسلاميين أو وساندت وصول الرئيس مرسي إلى الحكم, إذا بالتالي ما كانتش قلقة. تبتدي إزاي؟ يعني أنا لما أكون خالق لازم أعيد تفكيري وأعيد آليات شغلي. لما حضرتك بتكلم عن مشروع الشرق الأوسط الجديد, مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد كان بيقوم على نشر الديمقراطية والتعليم وحقوق المرأة والسيادة وإلى آخره. دي الوسائل, دي وسائل التنفيذ. ده اللي قاله بوش. بمعنى أنه هذه القوة السياسية لابد أن تظهر على السطح وتناطح الأنظمة الحاكمة. في أواخر حكم بوش
كل هذا الكلام تنازل عنه وتراجع عنه، وبقت حسابات الإدارة الأمريكية أن النظم القائمة هي الأصلح للمصلحة الأمريكية.